في الفصل كان عندنا مناقشة جميلة على فكرة ازاي احنا بلد بتكره الثقافة يعني حقيقي وتتريق على المثقفين الى حد الاحتقار. يعني انا في بعض الافلام والحقيقة دايما كنت انا شايل في قلبي الحتة دي واعتقد الفنان الكبير عادل امام هيقدر يفهمني في الموضوع ده، يبدو ان هو بيكره اليساريين لسبب او لاخر، بس كم سخرية من المثقفين ومثقفي اليسار تحديدا وتصورهم ان هم الناس انها ماشية بفنلات داخلية وبنطلونات بيجامة وشربات مقطعة ريحتها وحشة ظهرت في اكتر من فيلم من افلامه، اعتقد بحجم جماهيريته وشعبيته الجارفة رسخت الصورة دي عند المصريين. المثقف لازم يبقى لابس نظارة كعب كوباية ملزقة بشكرتون من الجنب والفانيلا المخرمة وبنطلون كاستور وماشي حاف وحاجات زي كده، او ان هو راجل ماشي بيكلم نفسه، اشياء من هذا القبيل، مأساة. مش عارف ليه الفنان الكبير عادل امام عمل كده يعني. نفسي اسمع منه توضيح. لو اتعرف على جيل الستينات العظيم شهد عطية الشافعي الله يرحمه والفنانين اللي كانوا مسجونين في الصحراء في الواحات وجورج المالك الشعبيين المصريين كانوا بيرسموا لوحات نادره جدا، كانوا يرسموا بعض. ففي لوحه لجدي انا محمد حسن كده راجل شويه دي طبعا، لوحه مرسومه لفنان رائع كان من ضمن المسجونين، فنان كبير يعني. تخيل لما يكون بهذا المستوى الفني الكبير جوه ظروف صعبه زي دي في الواحات وبيرسم فن، طبعا الفنانين يعني حديث جانبيه بس اعتقد اللي بلشفني لو صح التعبير وعلمني اليسار القح احد مسجوني الواحات تحديدا، انا ابويا كان في سجن مصر وسجن الفيوم، لكن اللي بلشفني كان الاستاذ مصطفى طيبه الله يرحمه يا رب ويجعل له دايما كل الخير. اللي كنت جاره في العجوزه بزوره في بيته على فكره في الشارع الدور الارضي جنب الراجل بتاع عصير القصب ابو خليل، قلت لنا اربعه قصب. امتع كتب قريتها كتابه اللي هو الرسائل السياسي الى حبيبتي، من اجمل الكتب اللي قريتها في حياتي. هو بقى اللي بلشفني الحقيقه لو صح تعبير البلشفه، وهو اللي علمني انه يعني ايه انت تنظر دائما للامام. الكتاب ده وده حاجه مهمه، الكتاب ده بيتكلم على الفتره بتاعه سجن مصطفى طيبه واعتقاله كاطول سجين سياسي في مصر لمده 12 سنه كامله من 52 قبل الثوره بثلاث اسابيع لحد سنه 64، صحراء جرداء. ايوه هم حولوها الجنه، عملوا فيها مسرح بالزبط. ومزرعه بالزبط. واماكن للمبيت وانشطه، وكتبوا فيها كتب على شويه ورق مش عارفين هتتنشر في يوم من الايام، حاجه كانت عظمه. ده يرجعني على الكور القلب بتاع المناقشه في الحته دي تحديدا في الفقره دي. التعاون الثقافي ما بين بلد لديها اهم واكبر واعظم اسهامات تنافس اسهامات فرنسا في مجال الادب وبالقطع في الموسيقى والباليه وهذه الفنون الراقيه الرفيعه، مع مصر اللي كانت صاحبة تاريخ أدبي وثقافي مشع حقيقي، حجم التعاون بين البلدين وصل لحد فين وقد يصل إلى أي مدى؟ لازم أشكرك بس ده مش غريب عليك طبعا، ربنا يخليك، لأن فعلا موضوع الثقافة ده أنا بقالي 29 سنة بشتغل في مركز الثقافة الروسي، فده موضوع حياتي كله يعني. أنا أتصور إن الفترة الذهبية الجميلة اللي حضرتك عديت عليها كده بالنسبة للستينات شفنا أجمل ما في العلاقات المصرية السوفيتية كانت الفترة دي. احنا تعرفنا على اعظم الادب الكلاسيكي السوفيتي والروسي من خلال حركه الترجمه القويه جدا في الستينات. السفير الروسي الحالي حتى والدته الله يرحمها الدكتوره فاليرا كربتشينكو ترجمه نجيب محفوظ من العربي للروسي، وبهاء الطاهر وصنع الله ابراهيم ويوسف ادريس، الشعب الروسي وكل الشعوب السوفيتيه تعرفت على الادب العربي والادب المصري بغزاره بشكل رائع جدا. فكان عمل لنا سند قوي جدا في علاقاتنا بيهم. في علاقات عسكريه وفي علاقات اقتصاديه وفي سد عالي وفي مصانع بتتبني، بس كان الشارع السوفيتي بقى كله مش بس الروسي كان عاشق للادب المصري. انا ما كنتش اعرف مثلا ان الجمهور البسيط عاشق لفاتن حمامه، عاشق لناديه لطفي، عارفين كويس جدا سعاد حسني. افلامنا كانت بتتعرض بتقعد بالسنين، انا استغربت يعني ايه بس قالوا ما هم 15 جمهوريه كل جمهوريه فيها بتاع 50 مدينه بالزبط. يفضل يلف 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 يفضل يرجع تاني، فطبعا بيقعد بالسنين. الفيلم ينتج السنه دي يفضل شغال ثلاث سنين يفضل شغال بالظبط واحنا نسيناه وكانوا دبلوجو للروسي كمان. فكان الفن المصري والثقافه المصريه وفرقه رضا وكل ده عمل حضور قوي جدا في الشارع هناك. حلو. وخلى الحب ده موجود حتى في وجدان الروسي، الروسي بيحب المصري جدا. عرف فنه، عرف ثقافته. طبعا المصانع شغاله والتعاون على شبه بعض اظن في التركيبه الشخصيه. بس ده اللي عرفنا على بعض اكتر. ده اللي خلق هذا الوجدان المشترك بين المصري والروسي هو الفن. احنا عرفناهم كويس، هم عرفونا كويس من الفن ومن الثقافه. طب هل في مستقبل لاعاده مثل هذا الشكل؟
المستقبل موجود لاني التاريخ الموجود ده هو بالنسبه لنا حافز لاعاده العلاقات بشكل جيد يليق بتاريخ البلدين. احنا عندنا رغبه كبيره جدا في ان احنا نتعرف على الكتاب الجدد من الادباء الروس اللي احنا ما نعرفهمش للاسف. صحيح. احنا توقفنا عند القرن 19. عندنا رغبه كبيره جدا نشوف السينما الروسيه الجديده اللي النهارده بتروح كان بتعمل حضور قوي جدا. جميل. عامله حضور في المهارات العالميه قوي جدا، احنا ما نعرفهمش برضه كويس. صحيح. هم عندهم رغبه يتعرفوا علينا بشكل كويس، فبدات دلوقتي تحصل حركه ترجمه، يعني بدايتها المركز القومي للترجمه الدكتور انور موغيس راح روسيا مؤخرا. عزيز. وده كان بجهد بذله جمعيه خريج روسيا في لقائه بالسيد سيرجي ناريشكين رئيس البرلمان السابق لما كان موجود في افتتاح معرض القرى الدولي للكتاب. والراجل ما قال له لما وقفنا مع بعض اتكلمنا، قال له طب تيجي الاسبوع الجاي. راح فعلا الاسبوع ده باسبوعين روسيا، وقع بروتوكول تعاون، كان اول بروتوكول ثقافي جديد بعد 30 سنه ما فيش توقعات بروتوكوليه ليها علاقه بالثقافه، وخد 100 كتاب ويترجموا للغه العربيه لتعريف الجمهور المصري بالادباء المعاصرين اللي احنا ما نعرفهمش. طبعا فيهم كتاب حد كده زي علاء الاسواني، زي بهاء طاهر، ناس جامده، ناس يعني الكتاب بينزل ما بتلاقيهوش، بتلاقي طابور عليه، احنا برضو ما نعرفهمش. بدات حركه الترجمه تشتغل دلوقتي في شخصيات مهمه جدا بتترجم زي الدكتور محمد نصر الجبال اللي هو رئيس قسم اللغه الروسيه في الالسن، دكتور مكارم الغمري، مجموعه كبيره، دكتور انور ابراهيم، دول ناس روسي بتاعهم هايل، بدأوا يترجموا أدب روسي للعربي، وبدأنا نعرف شوية عن الكتاب الجدد، ولكن ده كله بيتم بمجهودات لحد ما أنا سميها محدودة، لأن برضو لسه ما وقعناش بروتوكول كبير ما بين الدولتين تدخل فيه الدولتين بثقل. فبالتالي يبقى في مؤسسات حكومية واقفة في ظهر هذا المشروع، فبدل ما يظهر في كتاب في السنة أو كتابين في السنة يظهر 50 كتاب في السنة. ما ينفعش تعمل بروتوكول، فاضل لي 3 دقايق، ما ينفعش تعمل بروتوكول للتعاون الروسي المصري المشترك في احياء قصور الثقافه المصريه؟ مفترض، لان حتى هذا المشروع تم بالتعاون مع الجانب الروسي، لان حتى كانت فكرته عبد الناصر جابها من روسيا. بالظبط. فاحنا بنتكلم في 540 قصر ثقافه في مصر، فكرتهم كانت سوفيتيه، منهم قصر على فكره هديه لينا بتاع اسوان، كان روسيا اللي بنياه للسد العالي، خدناه هديه بعد السد ما خلص. احنا محتاجين نعمل تعاون مع روس في هذا الجانب، محتاجين بروتوكول تعاون ثقافي جديد. الكاتب حلم النمنم كان 15 نوفمبر رايح وحصل ظروف اجلت الزياره، اتمنى تتم الزياره ديت، اتمنى يبقى اول وزير ثقافه لمصر يزور روسيا بعد اكتر من 30 سنه ونوقع بروتوكولات مهمه جدا خاصه بالتعاون معهم. وفن السيرك محتاجين نتعاون معهم طبعا، هم اللي انشاوا السيرك، الاكاديميه الفنون والباليه، الخبراء السوفييت اللي كانوا موجودين يرجع خبراء روس يشتغلوا معانا، الاوبرا محتاجه تقنيات مهمه جدا على اعلى مستوى، هم على مستوى عالي جدا فيها، محتاجين برضو ان احنا نتعاون معاهم من خلال منح دراسيه لدعم التقنيات المسرح في مصر. طب وهم كمان مهتمين بالتعاون معنا في هذا المجال. طب.